عفوا عندنا المهمات في يونت 3، نبدي هنا. من اقرا اني اقرا الـ اقرا حسب الـ يعني الصفحات، واشوف الاي بي الاكتيفيتي بوك، يعني اقرا كتاب واكتيفيتي بوك. هنا هذا اشبي سبورتس سنتر، هذا المركز الرياضي في منطقة اشبي. اشوف هنا عندي انواع الرياضات، اركز على الافعال والرياضات. مثلا اكو بعض انواع الرياضه تاخذ بلاي، مثلا بلاي فوتبول، بلاي تنس. اكو بعضها لا، سويمنج ياخذ جو قبله، مثلا جو سويمنج، جو هورس رايدنج الى اخره. اكو دو، الفعل دو يعني ايضا ياخذ ويا بعض الالعاب مثل الجودو، الكاراتيه وهكذا. فهذني اركز عليهن، خاف يجني فراغات. زين، هذا صفحه 32 يقول لي ايش قد عندي. عندي اي بي 36، اروح على الاكتيفيتي بوك صفحة 36، أشوف هذه مثلا. أكتب أنواع الرياضات، هذه مثلا ران جامب ثرو أتلتكس. خاف تجيني، أركز على هذا التمرين، خاف تجيني فراغات. أوكي طيب تمام، هاي صفحة 36. نروح على سبعة العفو الصفحة الأخرى بالهذي، تايم تيبل، هذا الجدول الزمني، متكلم يعني عن الأمور. أوكي هذه بالنسبة لي هنا استملك يعود لي المفرد، ولكن هنا المفرد مفرد والجمع. هنا لمن يجمع يكون اسم، يعني الجمع يكون شاذ. ثان مان مين، وومن وومين إلى آخره، و تشايلد تشيلدرن. الاس يكون نفس حالة المفرد. هذا إن شاء الله نشرحه بدرس مستقل. طيب هاي صفحة 33، ايش بيها؟ بيها اوكي ال اي بي 36. ايضا اروح على الصفحة اللي وراها، لندن 2012، هذه اقراها مع ترجمتها، وعندي عليها اكتيفيتي بوك صفحة 40. اوكي امر بهذه ايضا، هذه الحلول اكتيفيتي بوك. عندي هذا التمرين ايضا اشوفه، اللي مثل ما قلت لكم مثلا الفولي بول تاخذ مثلا بلاي الى اخره، الهورس رايدنج تاخذ جان الى اخره. امر عليه، هذا التمرين ايضا مهم بالنسبه لي الالعاب. هذا هنا اكو سبيلنج، اكو خطا بالسبيلنج، خاف يجيني مثلا بالامتحان. هذا الاصفر في خطا، وهذا الاسود الشكل الصحيح. طيب هذا نشاط بالصف، عندنا نمبرز، هذه صفحة. اوكي العفو، هذه هاي اسئله على لندن، هاي الاولمبياد لندن، يعني الفراغات اللي تكون تجي عليها صفحه 40. طيب نعبر على الصفحه اللي وراها، اوكي ايضا صفحه 40 تمام. اوكي شلون كيف قراءه هذه 9.6؟ خاف يجيك هذا بالامتحان، مثلا يعطيك الرقم ويريد من عندك كتابة، أو بالعكس مثلا، فأنت تحاول تحفظ للرقم هذا 9.63 سكند إلى آخره. أوكي changes، التغييرات. أوكي هذا تجي على ال هاي ال used to، اعتدت أن أكون مثلا فلان شيء. I used to هنا طبعا هذه نوع بها نوع من القواعد، هاي تحفظ ياهن مع القطعة اللي هو شلون يريدها. نشوف هذه مثلا، هو بالاكتيفيتي بوك صفحة 41، اشوفها هنا هاي 41. اوكي امر على هذا التمرين ايضا، اشوف باست في الماضي وناو الان. اوكي نعم، رابط لي ببات وبات، ولكن هو الان هكذا، كان معتاد على فلانشي ولكنه الان يفعل هكذا. هذه القواعد مال ال used to و used to have، اعتاد على ان يكون، يعني هاي مثلا تتكلم عن يعني شلون تجي الجملة بالماضي. جملة تكون عادة هي used to، يعني الحدث كان بالماضي، لكن ورا ال used to يجيك فعل مجرد خالي من اي اضافة. but now بس سياقها وكأنه يعني بالماضي، لكن but now ولكن الان، يعني اكو فلان شي بالمضارع، يعني تكون الجملة بعد but، يعني في حال تتكلم عن المضارع، لكن الـ هذا الجملة اللي قبلها تكون تتحدث عن شيء
اعتاد عليه الشخص، used to اعتاد على أن يفعله مثلا في الماضي ولكنه الآن يعني غير شكل، وهكذا. ال have fun with words، هذه تستمتع مع الكلمات، هذا طبعا هذه الكلمات المربكة هاي عادة اللي تصير، اللي هي هذه التانج تويستر، تانج تويستر هذه اللي تصير يعني عادة شوي مثل الكلمات تشبه بما تقريبا ما لها ذاك المعنى المعين، فبس لمجرد المتعة والاستمتاع بالكلمات وكيفية نطقها بشكل سريع وأشوي، يعني شبه موضوع ممتع إلى حد معين. راوند أب، تجيك الراوند أب مراجعة لأهم القواعد اللي جرت وصارت بهذا اليونت. عندك بابا باسن ذا ايس كريمز، القصة طبعا هذه والأسئلة اللي عليها، طبعا انا شارحها ومترجمها اكو أسئلة عليها ضروري انت تتابعها، شوف الاي بي مالتها، الأسئلة والأجوبة اللي عليها، الاي بي الاكتيفيتي بوك صفحة 47 تشوف هذه، اذا نشوفها هذه التكملة مالتها اعزائي، هذا تمرين ايضا اللي هو صفحة 44، هذا مهم ادير بالي عليه، هاي القواعد اللي بالمضارع والماضي والتصريف الثالث، اخاف تجيني هذه مهمة، هذا مهم جدا مهم جدا. ايضا هذا التمرين على الدو والبلاي والجو بالنسبة لي انواع الرياضات، وانا حاكي عليها طبعا، هاي فيرب خاف تجيك هذه، انتبه على ذني بعض التمارين، مثلا هذا فيرب فعل وهذا اسم وهذه ادجكتيف الصفة، compete يتنافس، competition منافسة، competitive متنافس، race سباق، race يتسابق، race سباق نفس الكلمة لكن هذه فعل وهذه اسم وهكذا، هاي تشوفن عز الطالب مثلا هو شلون يجيب الكيان compete competition race مثلا بالامتحان جاب لك competition يعني جاب لك فعل باسم، تمام؟ انه جاب لك شنو؟ جاب لك هاي الكلمة ونطاك فراغ، فانت شو تخلي نفس الكلمة، لانه ايضا الناون ايضا هو الاسم مالته هو نفس الفعل، لاحظ؟ اذا جاب لي مثلا competitive جاب لي الفعل مثلا وجاب لي الصفة، فاني اخلي ريس واخلي racing لاحظ؟ خلي هذه، فياهو اللي مالته احفظ هذا العمود، هذا مثلا العمود يعني اللي الكلمة اللي تتوافق معها، الكلمة احفظها فعل اسم وصفة، وياها الكلمة اللي يعني اللي يجيها مثلا نان ماكو مثل confidence واثق من نفسه ثقة وهكذا، اوكي يعني هاي ممكن تجيب لي كلمة اسم وتجيب لي صفة، فاني احفظ الاسم والصفة وهكذا، اوكي. هذا التمرين اشوفه خاف توزيع كلمات عادة يعني من زمان، هذا صار لسنين مثلا، هاي الطريقة توزيع الكلمات بالفراغات تجي حسب المعنى اكثر شيء، فاحفظ الكلمات اللي موجودة، اوكي. practicing these words تدريب على قول هذه هذا خاف يجيني، هذا شلون يجي مثلا جاب لي هذا وشون مثلا كيفية كتابته مثلا، ممكن الرقم وكيف شلون ينطق، اوكي، فاني ايضا احفظه، هاي بالنسبه للسنين والاوقات وهكذا، مثلا الوقت شو شلون يجي فايضا اتدرب عليه، اوكي. اوزان ما اوزان كيلوغرامز يعني، اوكي، هذه البونكتويشن مهمه، البونكتويشن كيف اخلي هذه كيف اخلي الكوما هاي الفاصله العليا، اوكي، الفاصلة العليا والفاصلة السفلى، اوكي، هذه طريقة ان شاء الله هاي اشرح لكم اياها. ستوري القصة طبعا هذه الكلمة هاي شوية خاف تجي، هذه مرادفات، ديفينيشن مرادف something ان شيء غير متوقع، شنو هو سربرايز، مدهش او مفاجئ، يقف في خط طابور من الناس، شنو كو يقف في الصف، كو يصطف يقف في الصف، كورت ناتج ملعب للتنس مثلا، اوكي، فهاي احفظها ادير بالي عليها خاف تجي. زين، اكسترا اكتيفيتيز فعاليات اضافيه، هذه ايضا احد التمارين، هذا توزيع الكلمات هذا مهم، اوكي. اكتب الاشكال الصحيحه للافعال، هذه خاف اضبط الافعال هاي اللي موجوده، اوكي.
هذا مهم جدا. هذا تيك بليس هابن، تيك بليس ويل هابن. اوكي توك بارت ان، يشترك فيه. كومبيتينج جيمز، مي داز، وات جينر، وات ذا وينرز جيت. هذه مهمه جدا جدا، ركزتي عليها. هذه المرادفات. طيب انزل جوا. هذه خاف تجي طبعا اسئله على الاولمبيك جيمز، علم العلم الاولمبي، العلم الاولمبيك فلاج، العلم الاولمبي. اوكي هذه هذا التمرين ايضا احفظه، يعني بس اشوف السؤال وكيفيه الاجابه عليه. مثل ما قلنا التواريخ والسنين، مثلا هاي 1981، هاي خاف يجيب لي رقم ويقول لي كتابتها. اوكي وهكذا. طيب هذه شبيهة، هذه ممكن صفحة قد صفحة 52، هذه اللي هي آخر صفحة، هاي ايش أقدر أختار منها؟ هذا هو نشاط يكون بالصف عادة، homework opposite of beginners مثلا، معاكس أقدر تقدر هاي شلون تقرأ مثلا، هاي تقدر تلخص أنت أو المدرس يلخص لك، أو تلقي ملزمة opposite معاكس beginners. شنو advance هاي معاكس، هاي معاكس هذه الكلمة. The end of the game، خاف تجي هني هاي فراغ، شوف انتبه عليها، هذا خاف يجي فراغ. اوكي نين سكور، خاف يجي فراغ، انتبه عليها. The last game in the competition، شنو هي مثلا؟ احفظهن. الفاينل، النهاية، اخر لعبة في المسابقة. اذا عكس كلمة win، اربعة عكس كلمة win، lose مثلا، خاف تجيني فراغ، يخسر، ربح او يربح او يخسر، وهكذا. It comes after first، تأتي بعد كلمة الأول. شنو هي كلمة second؟ الثاني. أوكي وهكذا. opposite of lose to، يخسر، معاكس كلمة يخسر مثلا هاي سبعة، beat يدحر أو ينتصر على، وهكذا. أوكي فهاي انتبه عليها، انتبه عليها، خاف تجيني اختيارات، انتبه عليها، خاف مثلا من هذه ممكن يجيب لي اختيارات على شكل فراغات أو توصيل، أو شلون هو المدرس يعني يتفنن الامتحان ويجي. فاني استعد لكل شيء، يعني اقرا كل شيء حتى استعد لكل شيء. احنا كنا هالشكل ما كنا بعمركم، اقرا كل شيء من اجل ان استعد لكل شيء. يعني مثلا هسه هذه شلون ما يجيبها؟ opposite of beginners، معاكس كلمه مبتدئين متقدمين، فيعني شلون جاب ليها فراغ انا حافظها، جاب ليها معاكسه، جاب ليها توصيل انا حافظها، شلون ما هذه الفكره انا حافظها، شلون ما تجيني هي تجيني، انا اعرف شلون اجاوب عليه. هذا اهم ما باليونت الثالثه اعزائي.